أنا اسمي مريم سعد يوسف مرلاوي المنيا وعندي 19 سنة. أنا منى سعد يوسف سني 21 سنة. اسمي عزيزة ذكري شهيدة. بابا كان فلاح، أفتكر أنا كنت بروح معاه وأنا صغيرة الغيط ولا الزرعة، ندي له أجر نضيع منه ونجيب منه عشاء ونجيب منه حاجات للبيت ونكسي من الولادات، بس الحلة ما كانش ملقية زي كده. جي خبر ان هو يعني وقعت عليه نخلة في الغيط. جي كان قاعد في تحتها كده يعملوا شيء، كان قاعد هو من هنا ورماني من هنا. اخويا رموني اللي هو متجوز، هو اللي كان هيتعور المفروض. يبقى هي النخلة كده تكتك تقالوا وعاوعة وكلهم قاموا، خد ابني هنا ده ورموني ونزل في حوض بتاع شفوت. هو كان اساسا بيفدى اخويا، يعني كان بينقذ اخويا من الموت. انا كان عمري 4 سنين لما بابا توفى. اليوم ده كان صعب للدرجة، كنت بزعلانة، كنت أقوم في الليل هما يبقوا راقدين العيال في ريحي، كنت أقوم أعيط كده في الليل وحدي أعيط، وليلة ليلة ما كنتش أنام، كنت أقلب وأدير على المعيشة اللي أنا أعيش كيف. كنت صغيرة ولاد صغيرين وجوز مات وسيبني، لكن رغم أنا سابني اتحمكت كده بعيط في كل كده، كنت أعيط الأجل كان يمشي كده حواليا يقولوا لي ما تعطي له ابن عم السمح على تنزح كده، اي حاجه كانت تخلق معايا. بعد ما احترف كنت عايط، وبعد ما عرفت ما كنتش هتنيوى اقول خلاص بلد تعكر مش هتنيوى، بس احترف عشان ربنا يغفر خطيئتي. بس كان في بتبقى حفلات ليوم اليتيم والدنيا دي، فيعني كنا بنحس برضه فرق بينا وبين الطلبه التانيين. كان عندي مشكله نفسيه وانا صغيره، كنت على طول قبل ما انام ابقى بعيط، وكان شعري هنا بيبوظ بسبب الحاله النفسيه دي. والمعاش بتاعي كان 80 جنيه كانت تخلص، ما املى انبوبه احط قاسمه ميه احط قاسمه نور. مره ما كانش فيا حاجه اجيبها، جيت خدت 2 جنيه من جورتي اجيب مدام، بس كان الوقت اتاخر، رحنا بلينا عيش وكان ناتش يعني، بس ما تكلمنيش قلنا نشكرك يا رب. احنا كنا عايشين مع بيت عمي، كان على طول بيبقى في مشاكل، يعني لو في حاجه في البيت تتعمل احنا اللي نعملها وهم لا، لو في مصاريف في البيت احنا ندفعها وهم لا، وكانوا على طول بيقولوا كفايه ان احنا موكلينكم ومقعدينكم. يعني احنا بعد كده ما كناش لاقيين حد يحتوينا لدرجه الاب، حتى لو كان في عمي، بس يعني ما كانش المعامله بالنسبه لنا زي اولاده. ده هما كانوا بيتخانقوا لما بنروح الكنيسه ونيجي متاخر، ومره قفل علينا الباب بره بامانه، ما كانش راضي يدخلنا عشان يتاخرنا في الكنيسه. لو حتى في الكنيسه لما كنا احنا ناخد هديه وهما لا، كانوا بيتخانقوا وياخدوها مننا ويدوها لعياله. ما فيش حل غير الصلاه اكيد. كنت على طول بحس ان انا اقل واحده في صحابي، بس انا على طول كنت ببقى عايزه ابقى احسن وابقى زي صحابي، حتى لو مش في مستوى مادي ابقى في التعليم زيهم كده. وانا من اول وانا في ثالثه ابتدائي طلعت من الاوائل وخدت شهاده تقدير، من وقتها حسيت ان انا حد كويس واقدر ابقى كويس وبتكرم اهو. كنت احب اصاحب الناس الشاطره عشان ابقى زيهم. فجم وعزلنا واحنا خدنا البيت دوت، فعلا قعدنا وحدنا، وابني كان معايا يشتغل، وربنا ادينا جبنا بقره، ابني بقى يطلعها وناكل من ربنا يدينا، ناكل لبن وناكل سام ونعمل كشك، واشكر ربنا يعني ربنا ما سابنيش بعد. بس حكاية قرايه البنات الكوبتك هو ساعدنا اكتر، ما خلينا عيل الهان. لما دخلت كوبتك اورفنز في حياتي كنت في اولى اعدادي رايحه تاني اعدادي، طبعا الدنيا اتغيرت خالص، معجزه او هديه بعد صبر كبير 10 سنين احنا قاعدين معاهم. يعني جينا حد يشجعنا ويساعدنا ويحقق معانا احلامنا. انا ماهر مكرم بشرى، خادم متطوع في كوبتك اورفانز. بيت وضعه كان فيه حاجات كتيره بيعانوا منها البنات بالذات، من دبان، من ناموس او من صراصير، من فران، حاجات كتيره كانت صعبه خالص يعني. لكن احنا هنا كنا مرتاحين، حتى لو المكان مش حلو ندخل براحتنا ونطلع براحتنا، نروح الدروس.
لكن بعد ما دخلت البرنامج طلعت التانية على المدرسة، وفي تالتة اعدادي ذاكرت وجبت 98%. انا كنت جايبة اعلى واحدة فيهم مع ان انا اقل منهم في المستوى المادي، فانا كنت مبسوطة جدا. حتى هما كانوا بيبقوا غيرانين، وفي واحدة صاحبتي كانت بتخصمني بعد النتيجة على طول عشان انا بجيب اكتر منها، مع ان هي شايفة ان انا حالتي اقل منها كده. انا كنت شايف جواهم تحدي واصرار ان هما يكملوا، ان هما يوقفوا على رجليهم، وان هما يتعلموا تعليم كويس، وده اللي خلاني اشتغل معاهم بصورة افضل من كده عشان نوصل مع بعض للهدف اللي هم عايزين يحققوه. فابتدي ان احنا نجرب من بعض ونفهم بعض ونعرف اكتر بعض، نعرف احتياجات ونعرف نحلها ونعرف المشاكل ونعرف نشتغل عليها. لكن هم بيبقوا اصحاب القرار وهم اصحاب الحلول اللي بتطلع من افكارهم. استاذ ماهر متطوع بكوبتك اورفانز، لو عايزين ملزمات اللي هو الكتب والملزمات العلميه كان بيجيبها لنا هو، وكان بيجي يدينا لمصاريف الدروس. لما بيشجعني كان على طول حاسس ان انا هعمل حاجه كويسه، وان هو يقدر يطلع مني شخص كويس. كان على طول معانا في حياتنا الاجتماعيه كمان، ويسمع مشاكلنا ويسمع طلباتنا. مش بس ببقى شاطره في المدرسه اكتر، بس كنت بطلع من الحاله النفسيه اللي انا فيها، بقيت بتعامل مع الناس. الام دي كانت هي اساسا عندها فيروس سي، يعني كانت بتاخد حقن لدرجه ان هي ايديها كانت بتوجعها وما كانتش بتقدر تستحمله، كانت بتعيط منها كتير. وبرغم كده ما كانتش بتيجي تنام، كانت بتيجي هي تنظف وتعمل الاكل. كان بيقول انت خليكم في مذاكرتكم وما لكمش دعوه بيا. الاستاذ ماهر بيقعد معايا ويجي على طول ويدوم يتكسوا، نجيب لحمه هنصوم، يدينا نجيب لحمه قبل ما نصوم، لما نفطر يدينا يجيب لحمه، وسواء يجيب لنا هو بركه الكوبتك. كنت في ثالثه اعدادي ابتدى برنامج كوبتك اورفنز، يعني ساهم معانا ويساعدنا لحد ما دخلت الثانوية العامة، وبينمي الشخصية بتاعتنا، واللي هو يدينا مفهوم التطوع الصح، حاجة بعتها ربنا كويسة خالص بالنسبة لنا. كانوا في الكنيسة قاعدين خدامه بيقولوا ان فيه هيعملوا خدمة جديدة اسمها خدمة المرضى. وانا في ثانوي خدت عدد خدام في الكنيسة، طلعت الأولى عليهم. ولما بنروح هناك ناس بتفرح بوجودنا معاهم، بيقعدوا يرنموا، وعلى طول لما بيشوفونا بيقعدوا يدعوا لنا كده، فانا بتبسط لما بيقعدوا يدعوا لنا. رحلات بقى، احنا طبعا برنامج بيدعم فكره الرحلات لانها بتقوي الصلات بيننا وبين المشارك، بين الناس كلها تعرف ان احنا في برنامج لست وحدك، وفي ناس كتير بتحسدنا عليه ان احنا بنلاقي حد كده يشجعنا ونطلع معاه رحلات. وكنا بنطلع ورشات برضو، ورشات عمل، ورشه اللي هي بتاع الحمام الازاز الجسدي، وتاني برضو واحده الامهات كانت عن الميديا، مخاطر الميديا وفوائدها. بيبقى في على مدار السنه الكامله بيبقى في منهج معين وخطط محطوطه، بحيث ان احنا في السنه دي هنتدرب على الحاله الفلانيه او حمايه المشارك، سواء كان ازاء بقى جسدي، ازاء ميديا، ازاء عاطفي، كل ده، ازاء جنسي كمان، كل دوات من ضمن الحاجات اللي احنا بتفيدنا، وان احنا نتعامل بصوره افضل مع اولادنا، معنا احنا مع اولادنا احنا شخصيا كمان، مش بس مع المشاركين في البرنامج. وثالثه سنه وجبت مجموع كويس 90%، جت لي رياض الأطفال، فعلا دخلت رياض الأطفال وكملت ثالث سنة وراح رابع. منى موهوبة اجتماعية جدا، لبقة جدا، يعني عندها قدرات كتيرة حلوة، يعني تحمل، وعندها أنها هي تضحية، وعندها حب الآخرين. أنا في ثالثة ثانوي قدمت على منحة قادة المستقبل، ورحت عملت انترفيو وخدت المنحة. منحة قادة المستقبل دي منحة حلوة خالص، يعني بيشجعونا وبينمونا شخصيتنا، بيعملونا تدريبات، ويبقى عندنا شخصية قيادية ناخد قرارات. برنامج لست وحدك علمنا ازاي نبقى أعضاء واحدة، يعني هو مش خدمة، هو مش بالنسبة لنا خدمة، لا، هو بيعلمنا ازاي كلنا نبقى جسد واحد وأعضاء واحدة ونشارك بعض كلنا في كل حاجة. كتاب من الكتب اللي هم بيشجعونا نقراها وهم اللي ادهولنا العادات السبع، هو كتاب بيعلمنا ازاي بقى شخصية قيادية في 7 صفات للشخص القائد. وفي شهر يناير عملونا حفلة كبيرة، ورحت وتكرمت أنا وماما والأستاذ ماهر. لكن ولادي بقوا يطلعوا، كنت ما بساعدها قوي، الولاد طلعوا وفسحوا وفرحانين وغيروا جو، بدل ما كانوا في البيت معايا على طول. بعد ما دخلت كوبتك اورفنز بقى عندي احلام كبيره عايزه احققها. كانوا وانا على طول وانا صغيره بيقولوا لي يا دكتوره، فانا حبيت لقب دكتوره ده، وكان نفسي ابقى دكتوره.
وانا في ثالثه ثانوي وجبت مجموع 97.3 ودخلت كليه طب اسنان. وكنت مبسوطه قوي فيها اللي هي بنت طب دكتوره، وكنت مزغرت على طول في البيت، فرحت بها قوي. ما كانش في حد من اصحابي، ما فيش حد دخل غير انا اللي هي اول واحده كده في الحته دي اللي هي طب، وفي العيله كلها اللي هي طب دكتوره. عرفت ناس جديده وبتعامل مع ناس كتير، حاجه معايا احسن وخليني اعتمد على نفسي برضه لما عايشه بعيد عن البيت. وما اجمل ان يخبرك احدهم انك احد الاسباب اللي كانت مريم فعلا شايفه ولامسه التغيير اللي حصل لها دوتي كله، وانه برنامج لست وحدك، وانه هيئه كوبتك اورفانز ليها صوره كبيره للي هي وصلت له دوتي حاليا. ربنا يعوضها. وبنتي بقت يعني كنت استمنى اللي احلى من اللي هي بنتي تبقى كده، بس ببركه الكابتن برضه انا ما كانش عندي مقدره ان انا اصرف عليها وادخلها كده، بس الكابتن برضه كنت فرحانه ونسيت اللي انا كنت فيه. لولا البرنامج ما كناش كملنا، حتى لو كنا الكنيسه ساعدتنا كانت تساعدنا كنا خدنا دبلوم مثلا، لكن ما كناش هناخد بكالوريوس ولا كنا ندخل كليات. النهارده هو احتفال بثمار التعب اللي تعبتيه، هنكلله النهارده بتكريم أمهات لقادة المستقبل وقادة المستقبل ولاد وبنات من عندنا من برنامج لست وحدك، حصلوا على منحة للدراسة في الجامعة، فإحنا النهاردة بنكرم أمهاتهم، بنكرم الأم عزيزة ذكري شحاتة وست عزيزة عندها مريم. مريم برضو من قادة المستقبل، السنة دي خلصت سنة أولى طب أسنان، من أولادنا من برنامج لست وحدك، كلها مبروك. لكن بالوقت أشكر رب تبني واللي فرح، أنت بتبقى دكتورة، أنت متزعليش، خليك حلوة فرفشي بس كده، صدقني.